سراب حبيبتي، برأيي أنت لا تلومي حالك كتير، يعني قطعة الأرض هي ملكك أنت وحدك، وأنت لازم تخليها ضمان للمستقبل، يعني الواحد ما بيعرف شو بصير. والله اللي معها حق، ما فيك تسايري الست فريدة على قد عقلة، لبكرة بترميكي برا. ما بظن هي ما بتعمل هيك شيء. وليش مطمنة كل هالقد؟ هاي المرة اللي تركت ميراثها لبنت ما قالت ثلاث أيام بتعرفها، ممكن تعمل كل شيء. أنا ما بفهم عقل الست فريدة كيف بيشتغل. أكيد ما رح توصل لهي الدرجة، لأنه بالنهاية في الأولاد كمان. حتى أنا ماني خايفة من عزراء كمان، لأنه نحن سألنا واستفسرنا، يعني حتى إذا بدها تاخذ لها بيطلع لها شيء قليل. وهاد بحالة إذا الست فريدة بعيد الشر، يعني إذا هي توفت. سراب حبيبتي، أنتِ لازم تنتبهي. إذا حماتك مشترية عقارات بالسر هون ولا هون، ممكن تسجلها على اسم عزراء وهي عايشة. لا، أنا ما بتوقع أنها ممكن تشتري أي أملاك بالسر، هي ما بتعملها. إيه طبيعي ما تتوقعي، لأنه هيك شيء بيكون بالسر. شوفي، بهذا الموضوع بدك تسألي هوليا، طلع عندك كومة عقارات ومسعود ما له خبر فيها. شو عم كذب شيء؟ إيه صح، بس هدول من لما كنت بنت صبية، يعني شو رح تفرق إذا مسعود عرف هلأ ولا ما عرف؟ لو نحن مكانا كنا حكينا كل شي عنا وكل شي علينا من باب الصدق، وبعد خسرناه كله. سمرة، شوفي، الصدق شي تاني. أنا كنت صادقة مع مسعود على طول، يعني هو بيعرف إنه عندي عقارات يمين وشمال، بس ما ممكن يسألني عنا لأنه بيعرف إنه من أهلي، ولأنه حكينا فيها من زمان كتير، ما عنا مشكلة بهالخصوص. والله وأنا كمان ورثت هاي الأرض من بابا من لما كنت بنت صبية، بس ابني حط عينه عليها فجأة وبده يبيعها. لسه هو كمان؟ أنا ما بفهم جين كيف تغير هيك وصاري عندك، شو في داعي لكل هاد؟ آخ سمرة، شو بدي أحكي، يعني أنا كمان ما عاد أعرف جينك. صحيح انفصلوا هو وعزراء كمان؟ إيه ألف الحمد لله. إيه أنا برأيي ما تتطمني كتير، هاي البنت مو سهلة، بأول فرصة بترجع بتلزق فيه وبذكرك. لا تواخذوني. هوليا، سمرة ليش لهلأ عم تلتقي مع هذا المحتال عزمي؟ ما عم بفهم. هن أصدقاء، يعني حتى بيلتقوا هون على طول. عم تحكي عن جد؟ ما كنت بعرف إنهن رفقة لهي الدرجة. شو عم بصير عندك؟ كأنه في أحداث جديدة بالشركة؟ شي مثل الزلزال؟ ايه والله زلزال يا سمرة، منحكي بس شوفك. ايه والله خلينا نلتقي ونحكي، صار في عندي فضول بصراحة. ماشي، أنا بجي شوفك. شو عم تعملي هون سمرة؟ أول شي فرقتي عزراء عن مات، وبعدين فصلتيها عني، شو هلأ جاي تتحالفي مع عزمي؟ شو علاقة هاي بهاي؟ شو عم تحكي؟ لا تلعبي معي سمرة، انتي ما إلك علاقة بعزراء، لبقى تتدخلي بحياتها أبدا، ولا تفكري تدفعيها تمن وضع بنتك جانسو. مزبوط تماما، مالي علاقة بكل شي عم تعيشه عزراء. بنتي زعلت كتير وأنا زعلت عليها، وهلأ عم تتحسن وأنا سعيدة كتير والحمد لله. خليكي صريحة معي، انتي حكيتي مع عزراء شي؟ لا، يعني بعد المحكمة إجت لحتى تشوف مارت، ولأنها زعلانة مشان نفسية الولد ما سمحت لها تشوفه، بس هذا ما بيعني إني ما رح خليها تشوفه. بس موضوعنا مو مارت. مزبوط، مو مارت، شو موضوعنا؟ ببساطة عزراء فجأة وبحجج سخيفة طلعت من حياتي كلها، أنا عم حاول أعرف شو السبب. بصراحة ما تفاجأت أبداً، يعني هذا متوقع من عزراء، حاولنا نحذرك من تصرفاتها بس أنت ما سمعتنا، حبيت تجرب وتشوف. هي هي عزراء. فهميني انت ليش بتكرهيها كل هالقد؟ حقدك عليها ما له اي تفسير، وانا على طول بسال حالي هاي البنت شو عملت لك او شو عملت لكم انت وبنتك. حبيبي انت اعصابك تعبانه، بعدين بدي اقول لك شغله، ماني متمسكه بمارت لهالدرجه الكبيره هي، وقت اللي بدك رح اخذه لعزراء. انت ضميرك مرتاح هيك؟ عم بعمل الشيء الصح. صحيح حياتي، نصيحة صغيرة، لا تقهر حالك كتير. سمرة؟
أهلا وسهلا. أهلا فيك يا روحي. عادي، بتحبي تشربي شي؟ لا شكرا كتير، من شوي كنت عم بشرب مع الصبايا. إيه شو هالحوادث هاي؟ رح موت من الفضول. مجموعة تشيلان قربوا يفلسوا. عم تمزح مو؟ طلعي عوشي. عزمي أنت واحد مو معقول، يعني جريت شركة تشيلان على سن ورمح للإفلاس. سمرة أنا قلتلك لما بحط شي ببالي بعمله. وشو هدفك الجديد؟ هالمرة شي أصعب بس رح حاول. شو يعني عندي فضول أعرف؟ شو مثلاً؟ لسه ما صار الوقت، خليكي متشوقة. طيب معناتها بستنى.